الذين يقدمون لأنفسهم الآن يعلمون أنهم سيقفون مواقف يحتاجون فيها إلى ما قدموا. يا قبلتي الأولى ويا باب السماء. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هل قدمتم ما يسقط عنكم الحجة أمام الله؟ لتكن لكم صدقة يومية لأهلنا وإخواننا في فلسطين، فالحاجة شديدة. فإن هذه الصدقات لن تذهب هدرا، بل لا ينقص مال من صدقة. أيضا علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أجود الناس، فشهر رمضان يضاعف فيه الأجر، بعض العلماء قالوا إلى 70 ضعفا. لا عاش من خانوا أو دنوا. وكذلك مهم لإشعارهم بأن وراءهم أمة لا تسلمهم ولا تخذلهم. حماك لن ننسى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أجمعين بالمضاعفة، ويذكركم بأن من بذل شيئا من حلال ولو كان يسيرا فإن الله يضاعفه له ويبارك به. كل الدعم لمشاريع وقف الأمة. وقف الأمة. في وقف الأمة. 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 شكر كبير. وقف الأمة. وقف الأمة لخدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك. التبرع عبر موقع وقف الأمة.